يعدون قوات الحلف الأطلسي كل يوم درسا، درسا في البطولة والاجتهاد، درسا في الصبر والجلد، وتسجلون كل يوم انتصارا جديدا في الداخل والخارج، في أرضنا الحبيبة وفي المحافل الدولية. إن الاستعمار البغيض، إن قوات الحلف الأطلسي من دبابات وطائرات وأسلحة جهنمية ومختلف العمليات الجنونية والمناطق المحرمة، إنهم يظنون. السلام عليكم. السلام. اتفضلوا يا جماعة. مرحبا بكم، وبعد بسم الله الرحمن الرحيم نبداو الاجتماع تاعنا. اطرحوا انشغالاتكم. احنا الاتحاد العام للطلبه الجزائريين رانا قررنا باش نتخلاو عن الدراسه ونلتحقوا بصفوف الجيش التحرير الوطني. وهذا القرار راكم دارسين او عارفين المجرى اللي راح يصير فيه؟ بالتاكيد رانا منظمين هذا الاضراب مع كل الجامعات الموجوده عبر الوطن، وكل الطلبه الجزائريين راهم عينوا ممثلين ينوبوا عليه. لازم تعرفوا مليح مليح فرنسا ما يشغل على الشيء لكم ديروا فيه، وعلى هذا لازم بعد الإعلان عن تأسيس الإدارة الفرنسية العسكرية توخر الحذر منها. الإضراب رايح يكون يوم 19 مايو، وهذا الموقف راح يكون مصيري وحاسمي بحياتنا الاجتماعية والثانوية، وهذا كله من أجل أداء واجبنا الوطني. ورانا درسنا كل الاحتمالات الموجودة باش يكون هذا الإضراب إن شاء الله ناجح وفعال. أنا راني بصفتي المنسق بين جيش التحرير الوطني والمدنيين راني نرحب بكم بصفة رسمية للالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني. مادام رانا متفاهمين على كل شيء، أي نفدو يدينا وندعيو لعل وعسى النصر يكون حليفنا بإذن الله. اللهم انصرنا على من عادانا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن. آمين يا رب العالمين. يا جماعة هيا نتكلوا على ربي ونسلموا بالله. خايد واحد براني عاش ما طالع من تحت. صح روح. السلام عليكم. هرا توقف. كلمة السر نكون ساعة عربية. اتفضل. ضياف ربي. هيا مرحبا بك. اتفضل معاه. يا جماعة الخير، ما سمعتوش الاخبار اللي راه تدور في المدينة هاد الايام؟ اخبار في المدينة؟ انا ما على بالي والو. وانت يا سي جلول؟ ما كان والو، ما سمعت والو. بصح خونا المولود هو اللي يهود للمدينه، شوفوا معاه. يا الخو، انا راني هوت للمدينه، وقيلا راه جاي واحد المنسق وراه جايب لنا اخبار جديده. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يكون فيها خير. ان شاء الله يا ربي. تفضل. السلام عليكم جماعة الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بربي تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. واش راكم يا جماعة؟ مرحبا بك. الحمد لله. واش راك السي المختار؟ والله غير الحمد وربي ونشكرك. الحمد لله. يا درا خويا، كاش خبار جديدة؟ راه كاين خبار جديدة السي المختار، وخبار تفرح إن شاء الله. اللهم أمين يا ربي. جماعة نتاع الطلبة
راهم عقدوا وعزموا ان شاء الله باش يلتحقوا بالثوره. ايوا هذا خير، خير مخير وخير من لينا مليح. وانا راهي كلفتني الجبهه ان شاء الله باش نكون المنسق بينكم هنا في الجبل وبين الطلبه اللي راهم حابين يلتحقوا بالثوره. سمع على حسب كلامك الطلاب راهم ماشي يلتحقوا بالثوره الجزائريه ان شاء الله الا كتب ربي. هذا خبر يفرح. الثوره راه اخذت مجرى اخر والطلبه قروا باش يكون صعود الجبل هو الحل الوحيد. بصح يا سيد احمد الطلبه هادو راهم دايرين تنسيق، راهم منظمين الدعوه بطبيعه الحال، وراهم عاولوا يديروا اضراب شامل ان شاء الله. وهذا الاضراب يا جماعه راح يبدي من الجامعه نتاع الجزائر العاصمه. وعلى هذا الشيء يا سي جلول الدعوه راها تلحمت مليح، ونكونوا ان شاء الله يد واحده ونكونوا بكثره، وهكذا تكون السيطره تاعنا ان شاء الله، وباذن الله حتى الاستقلال ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ربي. وعلى بالكم على بالكم الجيش تاعنا غادي يولي في قوه كبيره، وان شاء الله كي الطلبه يرفدوا السلاح معنا غادي يكونوا يد واحده. من هكا جماعه تكلوا على ربي نرفدوا فتحه باش ربي يفتح علينا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. آمين. 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 هيا تكلوا الله. هيا يا بسم الله. بسم الله يا رب. تفضل زيد فضلك. تفضل تفضل. الله يزيد حالينا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. آمين. 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 هيا تكلوا الله. هيا يا بسم الله. بسم الله يا رب. تفضل زيد فضلك. تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. انتوما واش جيتو ديروا هنا؟ بعث الاتحاد العام للطلبه المسلمين الجزائريين. خلاص راهم علمونا عليكم الجماعه. هاي هتفضلوا يا الخاوة. زيد فضلك. سي مختار الجماعه راهم لحق. مرحبا. هتفضلوا يا ولاد. قولون قولون. نوض اولي نوض نوض. تفضلوا تريح يا جماعه. ريح يا ولدي. قول لي يا ولدي كاش خبار الطلبه؟ الخبر غير هي سي المختار. شفت يا سي المختار؟ قلت لك قلت لك. اسكت علينا. خليه يمد لنا الاخبار الجديده. من جهتنا كونوا مهنيين يا سي المختار. رانا متحكمين في الطلبه كيما يلزم. وراكم منظمين ومنسقين الانتفاضه هذه على جميع تراب الوطن؟ نعم السي جلول، كنا إرادة واحدة وصف واحد. ولكن واش هو القرار اللي خرجتوا به؟ رانا تفهمنا واتفقنا باش يكون يوم 19 ماي 56 هو يوم لتأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. وعلى ذلك رانا اتفقنا وتفهمنا كلنا باش نجيبوا الاستقلال للجزائر. وعلى حسب ما فهمت يا ولادي قادرين تردوا السلاح وتلحقوا بالصفوف؟ نعم السي المختار. على حسب هدرتكم نتكلوا على ربي ونديروا لي تفليل ان شاء الله. هيا جماعة تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. من اجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح اراضينا قد كنا امس عمالقة في الحرب نذل اعادينا وان اليوم
الأمجاد تحيينا نزهو بالموت.